في حلقة الدحيح عن أم كلثوم في كلمة قالها أكتر من مرة. طبعاً البومرز هم اللي فاهمين. طبعاً أنا ما سكتش، قلت يبقى إحنا لازم نعرف إيه كلمة بومر. زي ما إحنا شايفين كلمة بومر نطقها في الترانسكريبشن اللي موجود قدامكم ده، النطق الصحيح بتاعها هو بو بو مر بو مر. دبل او الاثنين دول يتنطقوا ويبقى الكلمه بو بومر. مين هو البومر ده؟ بيقول لي a person، يعني شخص، born، ولد، during، اثناء، during معناها اثناء، the period، period اللي هي الفتره، between بين، approximately يعني تقريبا، 1945 يعني سنة 1945 and 1965 وسنة 1965، following يعني تابعا أو بعد، على طول بعد the second world war، الحرب العالمية الثانية. يعني الشخص اللي اتولد في الفترة بين العامين دول ويكون بعد الحرب، طبعا بعد العام في بين العامين دول، يعني بعد الحرب العالمية الثانية. خلصت الحرب العالمية الثانية، الدنيا بقى فيها استقرار وسلام، فطبعا عدد المواليد زاد. الفترة دي بقى بيسموها ايه؟ بيسموها بيبي بوم. بيقول لي when، عندما، there was، يعني كان يوجد a baby boom زي ما شرحنا. طيب عايزين نعرف ايه هو بيبي بوم ده؟ معناه a large increase يعني زيادة، large يعني ضخمة، in the number، في عدد، of babies born، في عدد البيبيز الاطفال، born اللي اتولدوا. يبقى باختصار كده كلمة بومر هي تطلق على الشخص زي ما قلنا اللي اتولد بين العامين دول 1945 1945 وسنة 1965 1965، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية بقى في زيادة في عدد المواليد، فسموا الفترة دي بيبي بوم. يبقى بيبي بوم ده اسم الفترة الشخص اتولد فيها اسمه بومر. سلام.